البداية ستكون مع السيد أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية ليقدم عرضاً وإطاراً عاماً ينظم ما حوته هذه الوثيقة وما المقصود بالدولة فيها. صباح الخير وبعد إذن دولة الرئيس، أنا يعني الجلسة الأولى في اليوم الثاني بعد يوم طبعاً طويل جداً امبارح اتكلمنا فيه عن الأوضاع الاقتصادية العالمية واتكلمنا فيه على أوضاع اقتصادية في مصر على منظور السياسات الكلية. النهاردة بقى يعني اليوم الثاني هنركز بشكل كبير على مناخ الأعمال وعلى تنافسية الاقتصاد المصري وعلى كل الأمور الخاصة بتنافسية القطاع الخاص المصري. في الأول أنا حابب أقول إن أنا بتكلم بالنيابة عن مجموعة كبيرة جداً، مجموعة عمل كبيرة جدا يعني اشتغلت الشهور الماضية على إعداد الوثيقة وعلى إجراء الحوار حواليها وعلى تطويرها وتصويبها في ضوء ملاحظات، فأنا بتكلم باسم مجموعة كبيرة. وحابب أقول إن النهاردة العرض بتاعنا هيتناول رؤية الحكومة المصرية والدولة المصرية في مجال زيادة تنافسية الاقتصاد المصري بشكل عام ودفع يعني مزيد من التنافسية للقطاع الخاص المصري أو القطاع الخاص الذي يعمل في مصر. وفي ثلاث محاور رئيسية، هو هنتكلم على سياسة ملكية الدولة وآخر الأمور الخاصة بها، هنتكلم على الإصلاحات والسياسات المرتبطة بزيادة المنافسة في السوق المصري وزيادة الحاد التنافسي، وهنتكلم على الحوافز وحزمة الحوافز والإصلاحات. العرض بتاع النهاردة هيستكمله مناقشات مهمة جداً اليوم قطاعياً وبكرة في مجال الصناعة، وكتير من الأمور اللي احنا عرضناها النهاردة هيبقى فيها تفاصيل كتيرة جداً هتعرض بشكل في اتساق كامل مع باقي الجلسات. يعني لو كلمنا على الجزء الأول اللي حب نعرضه على حضراتكم وهو وثيقة سياسة ملكية الدولة، وهو توجه جاي جداً من الدولة المصرية النهاردة انها تحط وثيقة لحوكمة العلاقة ما بين الدولة والمستثمرين والقطاع الخاص. فيمكن دي النقاط اللي هنغطيها النهاردة في العرض، سواء المستهدفات والأهداف اللي احنا بسببها بنعد الوثيقة وازاي هنقيس نفسنا، ايه أهم الملامح اللي موجودة في الوثيقة وايه أهم المبادئ والأطر اللي استخدمناها عند تحديد تواجد أو تقليص دور الدولة في بعض الأنشطة، وايه الحاجات اللي برضو المحاور أو الآليات والمعايير اللي هتخلينا نقول لا نتواجد الفترة القادمة ثم نعيد تقييم الموقف. وفي أمور أخرى هنتكلم عليها تانية في آلية المتابعة ومتابعة التنفيذ لأنها وثيقة ديناميكية زي ما هنشرح. يمكن نقول إحنا إيه أهداف الدولة المصرية من خطة برنامج زيادة تنافسية الاقتصاد المصري؟ ليه إحنا بنهتم بهذا الأمر وهو أولوية قصوى للدولة المصرية؟ الهدف الرئيسي لأي حاجة بنعملها هو تعظيم العائد للمصريين. أي حاجة بنعملها النهاردة وبنطرحها، الهدف الرئيسي إن إحنا نعظم العائد للمصريين من أصولهم، من اقتصادهم، من الأنشطة الاقتصادية اللي بتتم في مصر. مهم قوي قوي عشان نقدر زي ما اتقال امبارح واحدة من التحديات اللي بتقابلنا إزاي نرفع معدلات الاستثمار في مصر للمعدلات العالمية عشان نخلق فرص عمل وعشان نحقق نمو مرتفع، ان احنا يبقى عندنا وضوح رؤية كامل للمستثمر عشان حالة عدم اليقين تبقى يعني منخفضة جدا وتبقى تسمح لأي مستثمر انه يفكر على المدى الطويل ويخطط بوضوح. بنتكلم على حوكمة العلاقة بين الدولة والمستثمر بشكل يتماشى مع افضل الممارسات الدولية، واحنا بنشتغل على هذه الامور مهم قوي في عنا ان احنا ازاي نقدر ناخد تدابير واجراءات تدفع بتنافسية وإنتاجية القطاعات الإنتاجية صناعة وتصدير وزراعة وكمان قطاع التكنولوجيا المعلومات، وإزاي نقدر نحقق من الاستراتيجيات دي عائد كبير للدولة يقدر يساهم في تمويل مزيد من برامج الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية وكذلك برامج الخاصة بوجود الخاصة بخفض المديونية الحكومية زي ما اتقال امبارح. الحقيقة لو أرجع في دي المؤشرات القياس، اي حاجه بنعملها لازم يبقى في مؤشرات قياس واضحه جدا هنقيس نفسنا على اساسها، ودي المؤشرات القياسيه اللي احنا هنستخدمها. وزي ما وهتلاقوا ان كتير منها اتقال امبارح في واحده من التحديات اللي بتقابل الاقتصاد المصري في العقود الماضيه هو ازاي نقدر ندفع ونزود مساهمه القطاع الصناعي. دي واحده من الحاجات اللي هنقيسها بشكل دوري
ازاي نقدر نوصل استثمارات القطاع الخاص ل 65% من جمله الاستثمارات المنفذه، ازاي نقدر نصل بحلم ان احنا نبقى عندنا 100 مليار دولار صادرات سلعيه سنويا، وازاي نقدر ندفع بقطاع السياحه ل 30 مليار دولار سنويا يجيب لنا ايرادات سنويه، ازاي نقدر نجيب استثمارات مباشره لا تقل عن 10 مليار دولار سنويا، وازاي نقدر نخفض المديونيه الحكوميه لاقل من 80%. وامبارح معالي وزير الماليه عرض ازاي ان احنا عندنا حتى مستهدفات اكثر طموحا، في غلطه هنا في 2027 وليس 2022. واخر حاجه ازاي نقدر نخلق فرص عمل كافيه من خلال نمو 7% ويكون نمو خالق لفرص عمل الجيدة. دي المؤشرات اللي هنقيس نفسنا عليها، واللي دايما هنبقى بنرجع نبص هل اللي احنا عاملينه كافي ولا محتاج مزيد من التطوير. وفي الآخر الوثيقة نفسها كان فيها خصائص وملامح مهمة قوي لابد التأكيد عليها مرة أخرى. الوثيقة هي وثيقة حية وليس استراتيجية بتتعرض وخلاص وليها مدى زمني وانتهت، لا، هي وثيقة حية وممتدة ودائمة، وهيظل دايما في متابعة ليها وتطويرها، بحيث انه يعني تبقى دايما بتعكس الأولويات وتعكس كمان التنفيذ نفسه وما يعني المستثمرين في المتابعة معانا لو في أي إضافات مهمة لابد من أخذها في الاعتبار. شمولية كانت مهمة جدا، إن احنا بنتكلم على تعريف وحوكمة كاملة ما بين دور الدولة ودور القطاع الخاص والعلاقة ما بين الدولة والقطاع الخاص، فهنا بنتكلم على شمولية في تعريف الدولة بكافة أجهزتها وبكافة مؤسساتها، بنتكلم على إن احنا حتى لو عايزين نقلص أو نزود أو نبقي على دور الدولة في بعض الأنشطة الاقتصادية، مهم قوي قوي إن ده يبقى واضح جدا للقطاع الخاص ويبقى يتقال إيه المعايير اللي متبعة في هذا الأمر وليه احنا وصلنا لهذه القناعة في المرحلة الأولى في ضوء المشاركة مع القطاع الخاص اللي تمت. الوضوح والشفافية في كل منظومة العمل من إعداد ومتابعة وتنفيذ، وإن يكون دايما في هناك يعني قدر من العمق والاستقلاليه والمشاركه الواسعه في اعداد هذه الوثيقه وتطويرها. وده يمكن تم، انا عايز اقول النهارده اللي احنا بنعرضه ده جهد سبع شهور من الاعداد، ثم ثلاث شهور من او اكثر يعني حاجه بسيطه من الحوار الواسع. اطلعنا على عدد كبير من التجارب، اكثر من 30 تجربه، وعملنا لقاءات متخصصه جدا مع خبراء ومع مؤسسات دوليه، واطلعنا على عدد كبير جدا من الاصدارات. والحقيقه انه دي المعايير اللي احنا اتبعناها، ودي معايير دوليه. لما بنبص في اي قطاع على يعني قرار التواجد او تقليص دور الدوله او زياده دور القطاع الخاص، دي بعض المعايير الدوليه او المعايير الاساسيه اللي احنا يعني استقناها من كافه المعايير الدوليه، وهتلاقوها كلها معايير بتؤكد على انه الدوله بتتواجد عندما يكون هناك ضروره لتواجدها، سواء لانها قطاعات وصناعات جديدة بيبقى فيها نسبة مخاطر كبيرة أو بتتطلب استثمارات ضخمة محتاجة الدولة تقوم فيها الأول بالخطوة الأولى، أو لحاجات تخص الناشونال انترست أو المصلحة القومية. وعلى فكرة في الوثيقة هيبقى في تعريفات واضحة جدا لكل هذه الأمور، ولن تترك بشكل يعني مطاطي، بالعكس هيبقى فيه تعريفات واضحة جدا. هل القطاع الخاص اوريدي متواجد وبقوه ويقدر ينافس وفي آلات سوق؟ وفي الاخر هو ده الهدف الرئيسي، ازاي نقدر نزود دور القطاع الخاص وتواجده في معظم الانشطه الاقتصاديه في مصر خلال الفتره القادمه، وكمان هو متواجد في حتت كتيره جدا، ازاي نقدر نديله مزيد من التنافسيه الدوليه في هذه القطاعات. يمكن دولة الرئيس لما طرح المسودة الأولى من الوثيقة في يونيو الماضي طلب أن يبقى فيه حوار واسع، وكان ده واحد من الأولويات وواحدة من التوصيات الرئيسية عند طرح المسودة الأولى. حابين نقول لحضراتكم أن احنا خدنا الموضوع بجدية جدا، كل الزملاء اللي اشتغلوا على هذا الأمر أخذوا الموضوع بجدية جدا، عملنا أكثر من 40 ورشة عمل متخصصة قطاعيا، وتم انتقاء جدا كل الحضور من خبراء وممثلي قطاع الأعمال العام في 40 ورشة عمل طويلة وممتدة تمت بحضور أكثر من 1000 مشارك. 35% من الحضور كان من القطاع الخاص وممثلي مجتمع الأعمال، و30% من الخبراء المستقلين والباقي من باقي الجهات، سواء جهات حكومية أو بعض مؤسسات دولية أو باقي الستيك هولدرز. عملنا كمان، ما اكتفيناش بلقاءات مباشرة، كان في كمان منصة ممتازة لتناول الحوار بشكل إلكتروني وبشكل فيه تفاعل كبير. يمكن هذه المنصة أتحنا من خلالها كمان كل الوثائق المرجعية وكل الوثائق اللي اطلعنا عليها وكل التفاصيل الخاصة بالوثيقة بشكل واضح جدا وشفاف، وكان مهم الناس تطلع احنا فكرنا ازاي وايه الحاجات اللي استندنا عليها. ويمكن كان في اكثر من 10,000 خبير
دخلوا على المنصة وحصل تفاعل معاهم، وكمان توصياتهم كانت محل اهتمام شديد جدا مننا في عند تطوير أو عند يعني تطوير الوثيقة في مرحلتها الأخيرة. كمان كان في تطبيق هاتف شارك، وده كان تطبيق ممتاز برضو بالذات لفئة الشباب اللي احنا بنخاطبها، انه يقدروا يعرفوا كل يوم ايه اللي بيحصل وايه آخر التطورات، ويقدروا كمان يساهموا بآرائهم. الحقيقة نتيجة هذا الحوار الواسع ان احنا كان في نتائج كتير قوي. انا النهارده بعرض جزء بسيط جدا، لكن يمكن يبقى في لقاء تاني بقى نعرض فيه التفاصيل كامله. انما كان بيتكلم على 70% من الانشطه اللي احنا قلنا وحددناها في الوثيقه الاولى، سواء لتواجد الدوله او لتخرجها او لتخلص دورها، حصل توافق شبه كامل من خلال جلسات الحوار او من معظم ال التعليقات اللي جات لنا والتوصيات. يمكن كان في 30% من الأنشطة تم تعديلها في ضوء التوصيات اللي جات لنا من الخبراء أو من ممثلي القطاع الخاص. وكمان من الحاجات المهمة قوي ان احنا نقولها، ان كان في 68 نشاط فرعي جديد كان لابد التعامل معاهم وتوضيحهم بوضوح والتعامل معاهم، لانه لما ناقشنا النشاط الاساسي لقينا ان لا، في انشطة فرعية مهمة جدا لابد من تحديدها بوضوح. فالحقيقة كان الحوار مفيد جدا وفادنا وساهمنا ان شاء الله باذن الله ان الوثيقة النهائية تتطور بشكل يعني بيعكس الواقع المحلي والدولي. كمان بنتكلم على بعض الحاجات الأخرى المهمة جدا في الحوار، أدت أو ساهم الحوار إن هو يطورها ويصوبها أو يدققها في الوثيقة. بنتكلم النهاردة إحنا مطلوب دلوقتي إن إحنا كنا نحط توضيح وتعريف واضح لكتير من الأمور في الوثيقة، وده هتلاقوه في النسخة النهائية في تطور كبير جدا فيه. بنتكلم النهاردة على إنه كان واحدة من الحاجات اللي اتقالت إنه اكتفوا بالمستهدفات الكلية لأن دي المهمة ودي الأساسية، ولكن المستهدفات الفرعية وكترها ده ممكن ما يبقاش مفيد وممكن يخلق حالة من عدم اليقين والتذبذب في الأمور. فبالتالي احنا نكتفي بالمؤشرات الأساسية والرئيسية ولن نحط مستهدفات للتواجد والتخرج بالشكل كان موجود في المسودة الأولى، وده كان توصية عامة من عديد من ممثلي القطاع الخاص والمؤسسات. ان احنا بنتكلم النهارده هيبقى في كيان او مجموعه عمل او اليه للمتابعه هتكون مكلفه بهذا الامر بشكل دقيق جدا، لانه زي ما قلت هي وثيقه ممتده وهتتطور مع الوقت، والاهم ان احنا ننفذها ونفعلها ونبتدي نشتغل على تطويرها مع التجربه. بنتكلم دلوقتي على كمان موضوعات مهمه قوي، إن مهم جدا وإحنا بنتخرج أو إحنا بنخلص دور أو إحنا بنسمح بدور أكبر أو 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 قطاع خاص بياخد الريادة في القطاعات اللي إحنا بنحددها مع بعض، إنه يكون هناك يعني تخرج برضو بيحافظ على أصول الدولة والعائد منها. ودي برضو أحد التوصيات أو التوصيات من التوصيات المهمة اللي اتقالت، وده إحنا واخدينه في الاعتبار وبنحاول نوجد التوازن جيد في هذا الشأن، بحيث إن إحنا نقدر نحافظ ونجيب أفضل عائد للدولة من أي نشاط وأي قرار في هذا الشأن. حابب أقول إن إحنا ودي عرضناها قبل كده عند طرح الوثيقة، إنه إحنا زيادة دور القطاع الخاص في آليات متنوعة جدا. ساعات بنتناسى إنه أهم حاجة إن إحنا الفترة القادمة إنه العديد من فرص الاستثمار نسيبها ونتاحها للقطاع الخاص وندفع بالقطاع الخاص في هذا الأمر. ده في حد ذاته قادر إن هو يزود مساهمة ودور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي في مصر. وكمان إن في آليات متنوعة جدا، إحنا يعني هنتبع كل الآليات المتاحة بحيث إن إحنا نقدر دايما نختار الآلية الأنسب للنشاط أو الأصل الأنسب في هذا الأمر. ففي تنوع كبير جدا، والتجارب الدولية يعني ريتش جدا وثرية جدا في هذا الأمر. وإن شاء الله إحنا عندنا معظم الأدوات التنفيذية والأمور التشريعية اللي تسمح لنا بسرعة إن شاء الله التعامل مع كل هذه الآليات. طب بعد إذنك سيد أحمد، الآليات قد تكون محتاجة إيضاح بشكل حتى لو أكثر تفصيلا في مسألة المرادف اللي عند الناس أو الهاجس، ربما إن عملية التخارج هي مقابلة للبيع أو الخصخصة، طبيعة الآليات لو تم إيضاحها بعد إذنك. الحقيقة دي نقطة دايما بنسمعها في الحوارات، زيادة دور القطاع الخاص ومساهمته في آليات متنوعة جدا جدا. زي ما بقول، انت النهارده ممكن يبقى عندك قطاع انت بتستهدف ان القطاع الخاص يصل فيه لمعدلات اعلى بكثير في مساهمته وفي في 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 دوره. واحدة من الحاجات ان 3-4 سنين جاية ان معظم الفرص الاستثمارية الجديدة الكبيرة تبقى متاحة للقطاع الخاص، مش بالضرورة بس
ان انت بتتكلم على تخارج او 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 بيع او 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 نقل ملكيه او حتى مشاركه. كمان في امور كتيره اخرى تانية، ان في ادوات كتيره جدا من مشاركه مع قطاع خاص في الاداره، في التمويل، في حاجات لاعاده التاهيل، يعني في ادوات متنوعه جدا. بلاش نقصر الامر في 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 في, في محور واحد، لانه الحقيقه كل التجارب الدوليه بتؤكد على كده، ان في محاور متنوعه جدا في هذا الامر. يعني اسمح لي احمد عشان ناكد على هذا الموضوع، من ضمن الاليات ان بتحتفظ الدوله بملكيه الاصل، ولكن بتدي الاداره والتشغيل بالكامل للقطاع الخاص، او في بعض المشروعات بيبقى هناك احتياج للتوسع وزياده راس المال، فبيدخل القطاع الخاص هو اللي بيعمل زياده راس المال للكيان اللي موجود، وبرضه يتولى الاداره، لكن تفضل الدوله بتحتفظ بحصتها كشريك مساهم في الموضوع. ففي آليات كثيرة جدا، هو مش كلها بيع، بالعكس ده البيع ده بيبقى واحد من آليات كثيرة جدا موجودة، وده اللي يمكن موجود بالتفصيل في الوثيقة. جزء الوثيقة أو المحور الأول في العرض النهاردة هو إن إحنا كمان مساندة كل القائمين على هذا العمل، مهم قوي كنا نحط مؤشرات قياس الانجاز ومؤشرات قياس الاثر لما سيتم، لانه في الاخر اي حاجه بنقيسها وبنتابعها بجوده هيساهمنا ده في ان احنا نطورها ونكتشف من بدري اي امور محتاجه التدخل او التصويب. فاحنا الحقيقه في منظومه متكامله في هذا الامر بطمن الناس في هذا الامر، وان شاء الله تبقى شيء مفيد جدا الفتره القادمه في هذا الشان. الجزء الثاني من العرض مهم قوي ان احنا نبقى عارفين ان احنا ما بنتكلمش على سياسه ملكيه الدوله بمعزل عن باقي الاصلاحات المكمله والامور المهمه جدا، لانه الهدف الرئيسي تاني ان احنا يبقى عندنا تنافسيه اكبر للاقتصاد المصري ولكل العاملين بالاقتصاد المصري. فمهم قوي ان احنا نتكلم على احنا بنفكر ازاي في موضوع المنافسه وضمان الحياد التنافسي، لانه حتى لو الدوله متواجده في بعض الانشطه مهم يبقى في حياد تنافسي بشكل واضح جدا، وده محور مهم جدا يعني مكمل جدا وملازم للاستراتيجيه. ودي بعض الامور اللي احنا بنعرضها النهارده على حضراتكم، ان احنا لما جينا فكرنا في هذا المحور الهام احنا بصينا برضو على التجارب الدوليه. النهارده معايا زميلي دكتور محمود هيتكلم على دور جهاز المنافسه ومنع الممارسات الاحتكاريه، وازاي ان دوره هيتعظم الفتره القادمه، وايه اللي بنعمله في هذا الشان. وهنتكلم برضو على بعض الامور الاخرى والاصلاحات الاخرى الهامه جدا في بيئه الاعمال اللي تساعد في هذا الامر. مهم جدا ان احنا السلايد دي احنا لما بصينا على التجارب الدوليه بعد بالذات الجائحه، لقينا انه ايه الحاجات اللي بتشغل وواخده معظم وقت الدول والحكومات والمؤسسات الحكوميه على مستوى العالم ومستوى الدول الناشئه، لقينا تنظيم الاسواق المنتجات والمنافسه بتيجي على راس الاولويات، وده يعني بيؤكد انه اهميه هذا الموضوع واهميه التركيز عليه. وهنلاقي ان عدد كبير من الدول الناشئه والدول يعني اللي احنا بنبص لها وممكن ناخد منها تجارب جيده جدا، دول كبرى ناشئه كلها بتشتغل دلوقتي على تطوير اسواقها وزياده تنافسيتها، وكمان اعاده تنظيم الاسواق بشكل يضمن تنافسيه هذه الدول وبيئه الاستثمار فيها. فبالتالي ما ينفعش ان احنا ما نتعاملش مع هذا الموضوع بالاهميه اللي يتطلبها. الحقيقه الاو سي دي كمؤسسه ليها رياده في هذا الامر، واحنا عشان كده بنستخدمها في كثير من الامور كمرجع يعني مكان نقدر نجيب منه افضل الممارسات الدوليه. واحنا اتبعنا يعني عند تفكيرنا في رؤيتنا في هذا الامر رجعنا لكثير من الممارسات اللي بتشيد او يعني بتقولها الاو سي دي كافضل ممارسات. وانا هجري يعني زميلي الدكتور محمود هيتكلم باستفاضه في هذا الامر، عشان كده انا يمكن بمشي فيه بشكل سريع. مهم قوي ان احنا نقول انه اطر تنظيميه دون تمييز هو ده المحور الاساسي اللي احنا عايزين نشتغل عليه. وعشان كده احنا في خطوات تمت، في خطوات بتتم، وفي خطوات هتتم ان شاء الله خلال الفتره القادمه. وضعنا استراتيجيه كامله لحمايه المنافسه وتعزيز المنافسه في السوق المصري. النهارده في امور كتيره تمت برضه هيذكر جزء منها، سواء تعديلات تشريعيه لتقويه دور الجهاز المنافسه موجوده حاليا في البرلمان في مراحل متقدمه جدا، او ان احنا انشانا يعني لجنة عليا للحياد التنافسي برئاسة دولة رئيس الوزراء فيها كافة الأطراف لدفع هذا الأمر، أو أمور أخرى كتيرة بتتعمل في جهاز المنافسة
زميلي دكتور محمود هيعرضها باستفاضة خلال دقائق. مهم قوي ان احنا دي ملامح لبعض الافكار اللي احنا شغالين عليها الفتره القادمه، ان احنا ازاي نقدر نفصل الملكيه من الجهات من الرقابه عموما على الانشطه الاقتصاديه. فده فيه هيبقى توسع في هذا الامر خلال الفتره القادمه، وان شاء الله بانشاء اللجنه العليا للحد التنافسي برئاسه دوله رئيس الوزراء. وعلى فكره الامانه الفنيه هو الجهاز المنافسه، هيبقى فيه شغل كتير قوي على عمل في جميع المجالات على زياده الحد التنافسي في السوق المصري. وامبارح اتعرض انشاء المجلس القومي للملكيه الفكريه وقانون الملكيه الفكريه، وهو واحد من الادوات المهمه والاصلاحات الضروريه اللي تمت الحمد لله مؤخرا في هذا الامر. لكن تاني ده جزء مكمل ورئيسي لفكره زياده تنافسيه الاقتصاد المصري. واخيرا هختم عشان يعني اسيب مجال اكبر ان احنا نستمع للخبراء اللي معانا النهارده، عايز اقول انه الجزء الثالث المكمل لهذا الامر هو الإجراءات الأخرى المرتبطة بزيادة تنافسية الاقتصاد المصري بشكل عام، وهي أمور مرتبطة بأن عندنا إجراءات لتحسين بيئة ومناخ الاستثمار. وكمان مهم جدا ما ننساش أن استقرار الأوضاع الاقتصادية وبنية تحتية متطورة واستمرار هذا الأمر جزء أساسي في تنافسية اقتصاد أي دولة، ولازم ما نغفلوش. وكمان الحوافز ورؤيتنا ليها الفترة القادمة. ففي هذا الأمر خليني أقول كده سريعا بعض الخطوط العريضة. احنا بنشتغل كدولة ووزارة المالية على خفض الزمن والتكلفة الخاصة بالإفراج عن البضائع، وإن شاء الله يبقى في تطور كبير الفترة القادمة. دولة رئيس أنشأ المجلس الاقتصادي عشان يبقى في مجموعة من الخبراء دايما بيدوا رأي ومشورة في عملنا في تطوير منظومة الأراضي والتراخيص وتبسيطها وتسهيلها. وكتير من الأمور دي هتتشرح في الجلسات القادمة بعمق وبدقة. لكن اللي عايزين نؤكد عليه إن إحنا كل حاجة ليها مرتبطة بتحسين بيئة الأعمال أو زيادة التنافسية لابد التعامل معها عشان الصورة كلها في الآخر تكتمل. حساسة الحوافز أنا حابب بس أقول إنه يمكن في آخر المؤتمر وجلسات بكرة هتبقى فيه توضيح أكتر، لكن إحنا بنحاول حالياً إن إحنا نتوسع في سياسات الحوافز الذكية اللي هي الحوافز المرتبطة بمخرجات واضحة جداً بتحقق هدف اللي إحنا أو المؤشرات القياسية اللي إحنا عرضناها في بداية هذا العرض، وكمان تضمن إنه مخصصات الدولة تروح في الأماكن أو بشكل فيه كفاءة عالية. فإحنا عايزين ندفع بالحوافز الذكية اللي بتضمن لينا إن إحنا بيبقى عندنا تعميق للصناعة، عندنا مزيد من التصدير، عندنا مزيد من تسجيل الملكية الفكرية في مصر، وعندنا تدريب وتأهيل العمالة. وبعض النماذج اللي عملناها مؤخرا في هذا الشأن زي استراتيجية صناعة السيارات اللي ربطت كل الحوافز بمحددات ومخرجات واضحة جدا، بتضمن كم إنتاجي كبير، بتضمن تنافسية، بتضمن تصدير، تعميق صناعة، وبتدي يعني مرنة هذه السياسات الحوافز إنها بتزيد بحجم تحقيق هذه المستهدفات من قبل كل العاملين في السوق المصري. مرة تانية دي رؤية كاملة لما نسعى إليه، وسياسة وثيقة ملكية الدولة إن شاء الله في مرحلة شبه نهائية، والحمد لله الحوار فات جدا في هذا الأمر. شكرا جزيلا. أستاذ أحمد معلش حضرتك بتنهي، بس أنا في نقطة لو بفكر بذهن المستثمر أو رجل الأعمال، تحديد أصول الدولة باعتبارها بتشكل تقريباً إذا كان الرقم أو التقدير سليم 50% تقريباً ما تمتلك الدولة من أصول قياساً بالناتج المحلي الإجمالي. تقدير قيمة الأصول هي واحدة من الإشكاليات الأساسية. هل هناك مرجع سيتم الالتجاء إليه محايد وموضوعي وعلمي وعلى أساسه يمكن إنهاء أي جدل يمكن أن يثار بشأن القيمة؟ لأن حتى دولة رئيس الوزراء بالأمس أشار إلى عتاب ربما من جانب بعض رجال الأعمال في تقدير قيمة الأراضي أو في أي عملية تقديرية لمبالغ مالية. الحقيقه النقطه دي برضو واحده من الحاجات اللي اتناقشت بعمق، والحقيقه في اطر كتيره جدا حاليه متابعه عند تقييم. احنا عندنا مثلا لجنه الطروحات وعندنا برنامج الطروحات اوريدي بيحدد بوضوح ان احنا بنتبع معايير واضحه جدا وبنختار خبراء مستقلين وبنعتمد على كيانات استشاريه قويه جدا. فاحنا في الاخر اي حاجه بنعملها بشكل متكامل وفقا لافضل الممارسات. القصه دي مش في مصر بس، في كل حته ساعات بيبقى عليها يعني اهتمام شديد. احنا تاني منفتحين جدا في كل الامور على كيانات استشاريه دوليه ومحليه ليها تواجدها وليها قدراتها. وفي الاخر
مؤشرات القياس المحطوطة النهاردة دي هي المرجع لينا. لو احنا قدرنا ان شاء الله ندفع بالقطاع الصناعي، ندفع بزيادة درجة استثمار القطاع الخاص، ندفع بتواجده، ندفع بمعدلات النمو، يبقى احنا نجحنا ان احنا نعالج كتير من المشاكل التنفيذية اللي بتثار. فبؤكد ليك ان كل الامور مطروحة، وفي الاخر احنا عيننا دايما على التجارب الدولية الناجحة، واحنا عندنا تجارب ممتازة في مصر يعني لابد برضو من ان احنا نشير ليها. شكرا. شكرا جزيلا لحضرتك.